ليه يا سلطان؟ سمعتش كلام اخوك ليه؟ ضيعت نفسك وضيعتنا. قلت لك دول جنس ما يتعاشروش. لقيتوه؟ دورنا في كل حته ما لقيناش اثر ليه. يعني ايه؟ اقلبوا عليه الدنيا لحد ما تلاقوه. يلا تلاش يا نوح، تلاش، ان شاء الله هنلاقيه. خد بالك من حاجه، سلطان برج الجوزاء ده برج هوائي، بيميل ان هو يقعد في الطله لما يبقى متضايق. انا عارف سلطان كويس قوي. عارفه ايه يا حيلتها؟ هو انت عشان قعدت يومين وسطينا هتفتكر نفسك واحد مننا؟ طب ما انا فعلا واحد منكم يا نوح. نوح ما تعملش زي كارما وتدمر كل حاجه. بلا دمر بلا عمر، انت اللي عملت في اخويا كده. قعدت تلعب في دماغه تلعب في دماغه لحد ما العقربه كسرته ووقعته قدام الناس كلها، وقبلها بوظت لي حياتي لما جوزتني الزفت اللي اسمها نفيهان. لا معلش يا نوح، محدش غصب عليك انك تتجوز نفيهان، انت اللي كنت هتموت عليها. وبعدين انت خدتها شمعه منوره، سويت حياتها. نوح، سلطان اخوك مش عيل صغير عشان حد يضحك عليه ويلعب في دماغه. انا ساعدت سلطان عشان بحبه فعلا، وعشان عارف ان هو بيحبها، وكنت متخيل ان هي كمان بتحبه. لا 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 لا، دي مؤامرة، مؤامرة انت حاسب لها من الأول خالص عشان تخلي جيش النسوان بتاعك ينتصر علينا في الحرب. أنا نوح؟ أيوه أنت. بس أنا مش هنقولها لك يا محبوب. أنا هقاوم جيش الرجالة تاني على حيله، وهنحارب جيش النسوان لحد ما ندمرهم، وأولهم أنت. أنت مكانك مش هنا يا محبوب، أنت مكانك وسط النسوان بتوعك. اطلع بره. بره! حاضر. يا رجالة! اللي فيكم فاكر ان حربنا مع الستات خلصت يبقى غلطان. الحرب ما خلصتش، الحرب ابتدت، والهدنة ماتت وقلوبنا ماتت معاها. من النهاردة مفيش راحة، في تدريبات ليل نهار، مفيش أكل، مفيش شرب، مفيش شاي. المرة دي خلصانة ومن غير شياكة. إيه!